زين اجل نبدا. في البدايه بقول لكم ليش انا جمعكم اصلا اليوم، انه واضح بس عن قولت في بعضكم واجه مشاكل سواء ضغط نفسي او غيره، او ما اعرف طريقه المناسب بالطب حتى الان. عندكم مشكله، عندكم اي شيء تكفون لا تترددون. انا زود اني بخليها بيني وبينكم، بغيت اجيب ثوب بس قلت تقولون وش ابي جايب ثوب اليوم هذا، وما يحترم المكان ولا تسلف بعضكم يحسن شيء. اللي بوصل له انه في عندكم، دخلت عندكم بالبوست بالفيسبوك، لقيت ما شاء الله الليدر اللي في مهن ما قصرت، حطيت لكم بوست تشاركون فيه اللي بيحط اللي عنده مشكله اي شيء. اخذت انا منهم بعض النقاط، واللي عنده شيء حاس انه انا ما ذكرته عطني اياه، ما عندك اي مشكله. ان شاء الله انه يعني انا داري ان احنا مرينا فيه، لكن برضو اذا ما مرينا فيه نلقاه معكم الان حل، لان مو بس انت اللي اكيد عنده مشكله، اكيد غيري حتى ولو واحد بس ثاني. فنيجي للمشكله اللي مر فيها غالبيه الطلاب اللي هي تنظيم الوقت. يقول انا اجي ومن الساعه 8 الصبح، او خلينا نقول يعني هو يقوم 6:30 الصبح، طب اموره ذا الى الساعه 3 دوام، واني اوصل البيت 4 تقريبا، هذا في حاله انه بعيد حتى لو بعده بشوي. يقول راح علي اليوم. ايوه سلام ورحمه الله. يقول راح علي اليوم، انا وش بسوي؟ قضى الوقت خلاص يعني، وبقدر ارجع لي ساعتين ثلاث، ماني بادمي انا، ما يحق لي اني اتنفس شوي. بقول له شوف، هي كلمه بالامر، نم زين حلو، خذ كفايتك من النوم، مو تكثر يعني. في بعض الناس تكتفي من 4 ساعات، في بعضهم من 8، على حسب، خذ الوسط لا تكثر. بعضهم 12. بعضهم انا عن نفسي 14 في بعض الوقت. انا عن نفسي 24. احيانا. خلاص عاد حلو. خذ راحتك من النوم، هذا اهم شيء عندي. اذا نمت زين اللي بعده راح تقدر تسوي زين ان شاء الله. وش تسوي بعد كذا؟ تيجي من اول الدوام، شرب لك قهوه او شوف ايش يريحك انت. اقعد المحاضره معك ورقه فاضيه. زين؟ جيب ورقه فاضيه واقعد اسمع الدكتور وش يقول. الدكتور ركز على كذا. اكتب. في بعض الشباب يسوون حركه احسن من كذا، جيب المحاضره اذا منزله من قبل او حقت العام، ادخل علي من عندي بالجلوب حمله واطبع، او جيبه بالايباد او جيبه بجوالك زين، بس يحبذ انه مطبوع. خطط على اللي تحسن الدكتور قال عليه من فوق، خطين خط على حسب عشان تحسن وتعلم عليه. كذا انت وفرت على نفسك، لجيت تراجع بدل ما راح تقعد تراجع المحاضره بساعه ساعتين، راح يعني النقطه هذه بدل ما كانت تاخذ معك ربع ساعه تاخذ معك ان شاء الله دقيقه دقيقتين. قول انا اذكر اني حاط علي خط والدكتور مهم قال هذا شيء مهم، طب تقراه ان شاء الله راسك. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، سالفه انه الواحد يقدر يسجل المحاضره ويقعد يسمعها كامله، او يجي يقول مثلا انا سجلتها خلاص ليش اقعد اسمع كل مركز ترى؟ اسمع بعدين بالبيت، هذه الحاله دمار. انت كسرت نفسك. لا يعني شوف، خل هذا التسجيل في حاله اني فاتك شيء، شيء زي كذا. خاصه تفضل عندك شيء؟ بالنقطه هذه يا شباب، في بدايه السنه كنا من كثر الضغط كان تلقى الواحد راح يشيل دفتره ب 200 ولا كم صفحه كذا وحاطه، يلا بس انت الدكتور يقول كلمه. طبعا هذا كل يمكن كنا متخيلين انه هذا الجامع انك تلاحق ورا الدكتور تكتب وكذا وذا، لا مو هنا. هنا ممكن تاخذ بعض النقاط اللي مو موجوده عندك في المحاضره، يعني الدكتور قاعد يقول معلومات. في النهايه انا واحد من الناس اللي لما كتبت اكتب يامل فائدته الشخصيه، واقول دائما للعيال اللي انا اكتبه لا احد بيعرف يقراه عقبي، وانا ما راح اقدر اقراه، اكتبه بس الفائده لو يعني عشان تثبت المعلومه. بس اذا كانت الكتاب يا شباب راح تشغلك انا محاضره، معليش اسرع الكتاب ترى هي المطلوب في نهايه المحاضره، ومعليش احيانا حتى المحاضره بشكل كل محاضره احيانا مطلوبه، مطلوب شيء اشياء بسيطه بس من المحاضره، يعني معلومات حتى ممكن تصير الدكتور مبالغ فيها. عشان شيء زي كذا قبل اتخلص، شوف انا دائما معي عشان ايش ما تقولي اني اقول ولا انا بسويه. هذه الاوبجيكتيف حقاتنا دائما طابعه معي، طبعا حتى انه كثير شوي لا تنخضون يعني. مع الجدول، الجدول دائما حاطه باول واحده عشان اتابع اللي بعد كذا. شوف قبل تبدا المحاضره احيانا الدكتور او غالبا بدا الان من نص العام عندنا، اول سلايد او ثاني سلايد بعد الترحيب والاسم تلقى موجوده الاوبجيكتيفز مكتوبات كذا 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 عندنا. افتح نشوف ايش هي، فيسيولوجي ولا بيولوجي ولا شوف ايش عندك، بايو كيمستري، نعم في هذه موجوده معنا اوبجيكتيف ولا لا؟
ما في يعني يعني تقول يا دكتور ما هي معنا بس لا لا تشد نوع قوة عشان ما في شيء وراك ليش هنا الدكاترة لا أحد يا شباب يعني تخيل أنا جاي محضر يعني ما تحصل عندنا بالسمينار وأنا طالب جاي محضر كل شيء ويجي واحد يقول هذا من مطلوب معنا عارف مثلاً الدكتور بياخذ منك موقف ما هو مدعم خلا بينك وبين نفسك أو إذا طلع الدكتور راح يسأل هو بنفسه قل له المطلوب كذا وكذا وكذا هل نعتبره ولا لا قال لك لا ارجع وعلم الشباب بس انه لا تحصل ابدا زي الطروح زي الموقف اللي ما تخيل لا تفشل الدكتور عند الطلاب يا تاخذ على جنب هذا المحاضره وكم محاضره وقل لكن دكتور ما ابغى اجي دكتور ما مدينا يقعد يشد عليك زياده دكتور مو معنا وراك كذا لا ترى يلا يلا ندرس في البيت ولا ماشي لا تقعد تقول عنده بيحس انك قللت قيمته شوي في بعضهم لا يشد يشد ما لا يعني يمسك مع كل ما تيجي تقعد عندك او تقعد عنده ذا خلاص يبلشك يقعد يمسخرك بعض فابعد عن الشيء هذا هذا بشان الوقت بس خلينا نرجع على الوقت عشان نخلصها عندهم زي ما قلت يا شباب التركيز يعني اذا وصلت لدرجه اسحب على لا تسجل ملاحظات ابد لا تكتب شيء اهم شيء ركز مع الدكتور حاول تفهم لانه اذا رجعت بنفس اليوم ورحت تراجع يا عيال تطلع مثلاً كل مسألة تسكر لكن كنت جربتوه في التحضيرية في الثانوية كنت جربتوه إنه كونك إنك مركز في المحاضرة مركز طبعاً إلى حد ما لا سافة جولات حاول تجي قدام عشان ما تنشغل باللي حولك حاول يصير واحد قدامك ركز مع الدكتور قدر ما تقدر قدر ما تقدر حاول تركز مع الدكتور تركيزك هذا تقريباً ممكن يعني يسهلك المراجعة بشكل كبير مرة كبير يعني حتى أنا سولت مع الشباب ماخذين كنا أنتم طبعاً واجهت عطية طبعاً واجهت عطية أمس ماخذين محاضرتين معطية مجموعة المحاضرتين الساعات كانت 3 ساعات و كم؟ 3 ساعات وثلث المحاضرة الواحدة كانت ساعة وظهر ساعة ونص المحاضرة واحدة أي 3 ساعات؟ 3 ساعات وثلث كان محاضرتين ف رحت كنت بالعادة المحاضرات عطية خليها الويكند لأنه تعرفون ما شاء الله عطية تجيكم إن شاء الله في الجروث محاضرة 52 شريحة إن شاء الله وفن الله حق كنا دائما كنت دائما أنا بالنسبة خليها الويكند قلت خليني بجرب وراجع بنفس اليوم كنت مركز في المحاضرة يا عيال ترى مرة تفرق راجع حاول زي ما قلت لك طبعا يوم بيومه وركز في المحاضرة أهم شيء ركز في المحاضرة ترى مرة تسهل لك المراجعة بعدين هذا كنت أنا واحد من الناس أنا محاضرات أنا واحد من الناس عمري ما رجعت تسجيل محاضرة دكاترة أبدا ما كنت رجعت تسجيل دكاترة إلا من اللي حقنا الفارم ليش؟ لأنه زي ما قلت بخلي الويكند وأضطر إني أرجع للمحاضرة علشان أستذكر مشكلة ليش جت المعلومات ليش حاول الفارم أخلصها بنفس اليوم وما شاء الله حقين الفارم ما شاء الله ياخذ لك فيسيو ياخذ لك اناتومي ياخذ لك كل مع بعض حتى كيف محاضرته ركز بالمحاضره ركز بالمحاضره يا شباب هذا اهم التسجيل مع عشان في بعض الناس تقول لي ما اقدر اركز كثير بالمحاضره اقول له الامر هين ان شاء الله وبعدين ترى الواحد مو ما راح يستفيد تماما 100% من المحاضره ما في احد يسوي كذا الا عاد مثلا ما شاء الله الله منعمن عليه فيعني اذا موجود عندكم واحد يقدر يشارك لي حيا والله كان انا نفسي ما اقدر اركز 100% بالمحاضره فاخذ اللي اقدر عليه خط خطين سريع وكمل ورا الدكتور وذا وفي خاصه الفارما عندكم الدكتور يجي يعني يقول شلون اشياء ما هي موجوده احيانا بالسلايد او رموز بالسلايد انت ما تدري ايش معناتها اللي جيت تراجع فاكتب بالسريع جنب الرمز طبعا ابى اخلي الفارما الحين على جنب لان في كثير من الشباب مشتكين منها برجع خلاص بس في عندنا شيء بالتنظيم الوقت مثل ما قلنا ركز بالمحاضرة إن شاء الله راح تيسر أمورك إذا جيت ترجع بالليل أو متى ترجع ما أدري عنكم إذا رجعت سريع سريع تقرأ وإن شاء الله خلص ومثل ما قال أحمد اقرأ نفس اليوم وإن شاء الله أنا سريع تمام في شيء عنده أي أحد عنده أي استفسار عشان تنظيم الوقت حس كذا سام أنت تقول لازم تأخذ وقت كيف من النوم شو نأخذ وقت كيف من النوم وما في وقت أصلا أراجع مثل ما قلت أنا انه ما عندك وقت اني اراجع لا ارجع صح؟ يعني انت حصلت كم بالمية من المحاضرة اصلا يعني شلون كم بيسهل عليك جيت تراجع اذا تبي تراجع مثلا محاضرة في ساعتين وهي محاضرة يعني تقدر تقول متوسطة الصعوبة زين اذا انت مركز ان شاء الله اثناء الشرح ابد ما راح تاخذ منك نص ساعة اقرا زين بس لكن كم في مصطلحات مثلا صعبة بحفظ مصطلحات جديدة هم فيها جديدة تاخذ وقت شوف لا تحفظه من اول مرة لانك ما راح تقدر تحفظ من اول مره دائما طيب جاكم دكتور نادر النمر ولا لا؟ طيب نادر النمر حق طيب نادر علامه؟ بايو بايو كيمستري
كان عنده فكره مره حلوه زين، انا عن نفسي طبقتها ولا الحمد مشت معي. اصلا فيبر واي كيمستري بعض المصطلحات اول ما مرينا عليها ثقيله شوي. يقول جبه موجوده اكتبها بورقه زين، اكتبها مره مرتين بورقه برضه اذا ما مشى معك الوضع يقول حطه تحت الوساده ولا تحت السرير قبل ما تنام اقرا مره مرتين وياخذ تلاصق براسك ان شاء الله. وبكره وهكذا اسبوع ان شاء الله ولاك صامه مثل اسمك زين. قبل النوم تقرا داري انت تقول لي ما راح اجمع لي كتاب من كثر اللي انا ما اعرفه ولا بس خذ الاشياء الصعبه مره زين. انت تقول انه ما راح يكفينا الوقت، هل تعتقد انه اذا يعني ركزت مره بالمحاضره ورجعت للبيت ما راح يكفي؟ لا جرب من اسبوع كذا تعلم. شوف دائما انا اقوله دائما اقوله كل واحد له طريقه. يا عيال اللي لقى طريقته كيف يذاكر لا يسمعنا، يحط سماعات ولا يسمعنا. اللي لقى طريقته من ذاكر وماشي فيها يتوكل على الله بس ويمشي خلاص. لا لانه زي سبحان الله يقول لك في دراسات كيف انك كل واحد له شخصيه له طريقه مذاكره. ولو دخلت بانوت ودورت وتلقون ترى تلقى طرق مذاكره. اذكر دكتور عندنا كنت جاكم يقول ادخل انه تدور وجرب كل طريقه وشوف ايش اللي تنفع معك. انا واحد من الناس يعني ممكن تروح ترجع بعض الناس ما شاء الله ابوه نشاط تقدر يكمل يذاكر ما يعني ما يقدر ينام. انا ارجع ما اقدر افتح يلا والله العظيم يلا يلا امسك الخط ارجع انام. طبعا ننام متى احنا؟ ننام الظهر؟ لا ننام العصر ما نرجع الا حول 4 فنملك الى المغرب اخر العصر. صح انك راح تكون تعب وذا بس يعني كنت هذا بقوله يا عيال اللي محافظ على نظام حياته الى الان من ايام الثانوي او من ايام التحضيريه حاول يغير شوي نظام الطلعات وسط الاسبوع هذه حاول انساه شوي خاصه انتم يا عيال معليش حتى الويكند لازم تغير شوي يعني حتى العطله احيانا طويله حقت العيد ومعيد يعني تساعدك لو استغليتها بمراجعه اللي فات او شوي من اللي راح يجي عليك يعني شيء مفيد خاصه ترى بس سنه اولى. أنا حتى الآن مريت بسنة ثانية حتى الآن ما هو نفس الصعوبة اللي مريت فيها أبدا يعني ما أقدر أقول إن أنا تعودت أو ماذا أنا ما أدري صراحة إني هل أنا تعودت على خلاص النظام صار شيء سهل عندي أو أصلا التراب خفت والله ما أقدر أحكم الآن. لكن أنا أقدر يعني صراحة داري أنا مريت فيكم يعني الوضع مرة شنيع أنا داري المان كان مزري علي زين ما لقيت أحد يساعده لكن ولله الحمد قال لي يشارك ذا مع ذا انا ترى كذا الفلان يقول لي ادرس طيب مثل ما قال احمد اعطاني فكره يعني صراحه مره حلوه قال لي طيب جرب ارجع نم وقم بس لا تكثر النوم تقوم لي الساعه 12 بالليل يروح عليك كل شيء لا خذ نوم راحه او انسنك من النوع اللي ينام الصبح عاده او فتره العصر كامله ويقوم 12 ويجي للدوام وبو شد يكمل عاد كل واحد على طاقته فارجع خذ نوم كافي او راحتك بالانسان مثل ما قال احمد تقدر تكمل كمل اهم شيء انك هذا لا تضغطه زياده عن اللازم. زين هذا اذا خرب ترى كانت خربت. ونفسيتك دائما خليك بشوش. لا تصير ما كلك الهم اكل. اذا كلك الهم ترى ما راح تعرف تسوي شيء. وانا بدراسه تكفون ولا لا تكلمون ولا عندي لا خليك عندي ضغط يعني مشغول ان شاء الله. دائما اضحك اقرا قران قبل كم آية كذا باليوم شويات تسنن اذا تقدر ترى هذه الاشياء مره تساعد يعني توزع صدرك تقدر تاخذ تقول يلا احمد على اللي انت تبي انا قده وبدون. بعدين اهم شيء اللي نسيت اذكره عندي هنا سالفه الحلم اللي براسك او الهدف اللي انت داخله اصلا حاطه ليش دائما خليه قدامك. لو قدرت تحطه بطاره بدل علامه السياره طنب عليه زي كذا انا جايك تراي حطه عندك ما هي مشكله بس اهم شيء انك راح تصل بالنهايه مهما كان في عقبات ومطبات قدامك بالنهايه راح تصل باذن الله بس خليك شيء لا يكسب شيء ثاني عشان الوقت صار بلا محاضره اذا اخذنا دراسه من سنين حلو هل خلاص اترك النهائي ولا هل كل نهايه اسبوع ارجع على المهمه؟ لانه لو وصلت الفاينل وانا اخذ محاضره باول اسبوع ثاني اسبوع احس اني ناسي هذا على رايي الشخصي يعني او خبرتي انا زين اقول لك هذا الامر راجع لك. في بعض الناس ما شاء الله عندهم وقت فاضي الويكند يقدر يراجع اللي ما حق الاسبوع. في ناس زين انا ما ادري انا نفسي ماني من زين تسمع من صدفي زين تقدر تخلي باخر شيء لو تسمع من صدفي انا كل اللي قال لي عمري وحتى حقين عنيزي في جماعتهم وصار نفس النقاش في جروب وجاء سؤالات في الموضوع هذا من ايام الثانوي ومن ايام الابتدائي ومن ايام من زمان كل ما ذكر انسى
هذا تو انا بقول يا عيالي، اذا جيت تذاكر طبعا ميزه انه عندكم شرائح، انتم الاغلب من شرائح غير الاوراق يعني الشرائح. اجلس على الشريحه واجلس على موضوع واحد مثلا يتكلم لك انتم مثلا السمباثيك اللي اخذتوا الالفا والريسبتور صح؟ اخذتوه مثلا بديت تدرس الالفا والريسبتور وين مكانه؟ وش الادويه اللي تاثر عليه؟ وش اللي يصير اذا اثر عليه؟ مثلا ادرس يعني حط كل طاقتك فيه، انسى مثلا وراك لسه الفا 2 وبيتا، انسى باقي المحاضره، ركز الحين في اللي انت فيه. ركزت فيه سمعوا على نفسك كذا خلاص، طبعا اعيد واكرر، اللي لقى نظام ذاكرته لا يسمع خلاص، هذه بس طريقه ممكن واحد يستعمله. ذاكر وزي ما قلت لك انت اقرا الشريحه وحاول تحفظها، بعدين سمع على نفسك على السريع، سمعتها خلاص مثلا موضوع الالفا والريسبتور انسوا ما يخالف، انسوا ما عندك مشاكل. انا والله يا عيال انه يعني اذكر في الموسكول اخر بلوك ان شاء الله كانوا مقسمين، اول شيء تكلمنا على الهيد والنيك الراس والجو، بعدين تكلمنا على الابر ليم واللور ليم ونزلنا. بعد اول ما خلصنا الهيد والنيك عيال والله العظيم بعد باسبوع والله اني احاول اتذكر عضلات اللي ما اتذكر شيء، ما اتذكر شيء ابدا. خلاص انت توكل على اذا صرت حافظه توكل على، حتى ترى هذا اللي يصير ان شاء الله، لا اله الا الله، اللي ممكن يصير في الاختبار النهائي انك تصير مذاكر جالس اسبوع كامل تذاكر، ويجي قبل الاختبار بيومين تحاول تذكر اول ماده درستها مثلا كنت التشريح اول ماده تحاول تذكر تعجز، توكل على الله وادخل الاختبار. اذا سئلت عليها ان شاء الله راح تجيك المعلومه، بس ترى هذا من النوع من الاشياء اللي ممكن تقلق الطالب وتخليه يشغل باله تفكير، يعني يتعب من ذاكر ابد. اللي ذاكرته وحسيت انك ضبطته وحاول يا عيال تسجلون، يعني مثلا تذاكر مثلا الفا والريسبتر موجود كذا كذا كذا، الاكشن حقه كذا وكذا وكذا كذا كذا كذا، اكتبه خلصته سمع اللي انت كاتبه. اللي انت كاتبه هذا هو الزبد، مو تروح تكتب لي كل السلايد، لا اكتب تحس انه الزبد هو المهم. سمع اللي انت كاتبه خلاص انسى الشريحه، سمعته توكل على الله ولا ترجع مره ثانيه. او شوف هي حلوه والله، يعني كونك ترجع اسبوع باسبوع تراجع اسبوع باسبوع هي مره حلوه، بس ما اخترق وقت. صح. قدر الله ولا درست محاضره. ايه زي الله. هذه دوره في الويكند. ويكند وصلنا الى درجه انت يعني في سنه اولى والله يعني وصلنا الى درجه انتظر الويكند يجي مو عشان اطلع مع اخوياي، او انتظر الويكند عشان اجي اقفل كل محاضرات اسبوع. انا واحد من الناس كنت اجمع اربع محاضرات خمس محاضرات اخذ بالويكند، واحده من الحاجات ما بحق اعطيه، لا لان السنه قلت لها فارما لازم اخلصها، كان ما في الا فارما اصلا، انتم عندكم اغلب شيء فارما صح؟ ما في الان تركيز بالمواد الثانيه، فيمديك تخلصها بيوم بيوم، بس كان يتجمع عليك بعض المواد تخليهم كذا اخر الويكند، بس حاول ويكند قفلوا يعني معليش اسبوع باسبوع تقفل، يعني اخذت محاضرات اسبوع لا يجي الويكند انتم مقفلوا اسبوع كامل، الاسبوع اللي بعده اخذت محاضرات، كونك تاخر محاضره اعرف انه محاضره الاسبوع الجاي او محاضره بعد اسبوعين راح تتعب في الاختبار النهائي، ما تذهب ذاك المحاضرات اللي انت ذكرتهم ولا تذاكر المحاضرات وتعيد على ذاك. تركتها انا. شلون تركتها؟ يعني مثلا ما مر عليك اسبوع خلاص مشى زين دخله الويكند احشر باي وقت لا تنسى. اذكر كنت دائما متعود الناس قبل اتعود على المكتب كنت اجلس على الارض وجنبي دولاب كنت حاط من الاوراق الصغار ذولي خلاص مقسم ايوه زي ذولي كنت مقسم المواد مثلا فيزيو كان في محاضرتين كنت كاتبهن هذا الوشين معناه اني نسيت ما ذكرتهن يعني. وكنت كاتبهن سدوا لازم في الويكند يجي لازم اخلص على الاقل كل المحاضرات خلاص انا على الاقل او نصها. شوف هذه نقطه ثانيه حط جهدك في المحاضره اللي بيدك وحاول الى حد ما لا تشيل همك بالباقي يعني مثلا اليوم اخذنا ثلاث محاضرات يا الله ثلاث محاضرات شايل همها ومثلا واحده فارما وواحده باي وواحده مثلا مايكرو ركز بالمحاضره اللي انت فيها مثلا بدرس فارما اليوم ابدرس فارما ومايكرو مثلا صعب ادرس ثلاث محاضرات ركز بالمحاضرتين دول وحط حيلي فيهن وخلوا اللي ما الحق عليه تحطه وين بالويكند. هذه مشكله كثير من الناس هذه اللي تاثر على الناس انه يا شيخ انا ما يا والله يعني اذكر هذا الكلام حصل وجلم الدكتور سلطان هارون صالح الدائم بعميد كليه عنيزه صار موقف انه قلت الطالب وشكله طالب من قوه الروعه سوي من الكليه خلاص من اول اسبوع نظام حياتك لازم يتغير والله العظيم لازم يتغير. الويكند وصلنا الى درجه الويكند ما احنا بنطلع يجي كذا شهر كامل ما انا بطلع اطلع اخوياي يقدرون مثلك تطلع معهم تطلع واحده بالليل واحده ونص بالليل تخيل يا واحده ونص بالليل اطلع مع اخوياي فكان الضغط مره يعني طبعا في النهايه لا يا عيال كونكت يعني حاول اضغط نفسك كنت شزي اضغط نفسي مثلا كان على وقت الاربعاء والخميس كنت اضغط نفسي اربعاء وخميس اضغط نفسي اربعاء وخميس
والجمعة أطلع أوضط نفسي. في نقطة بس برضو بركز عليها موجودة عند الفيميل، اللي هي يقولون إنه الوقت حقي أنا، فأنا ما أدري عنكم أنتم ممكن تكتبون محاضرة ولا شيء، فممكن تطعم بدري يعني إذا شد الليدر ممكن تطعم بدري شوي ساعة ساعتين. الفيميل الفيميل ثمانية ثلاث ما في خروج قبل ثلاث زين، أو هذا على الأقل اللي يوصلني منهم. فأبي أعطيهم نفس النصائح اللي قلتها لكم، بالإضافة إنه مثل ما قلنا تغيير النمط الحياة لازم يتغير، سواء ترابط من حيث إن الحياة الاجتماعية مع الأهل مع كذا، داري إنه ممكن راح يصير في أقل احتكاك بالعائلة نظرا لشدة الضغط عليكم في البداية الرهق يعني، لكن إن شاء الله بالبركات الجاية إن شاء الله راح يمر عليكم الوقت سهل جدا، راح تتأقلمون ولا راح يصير في إنه الواحد ينعزل تماما من شيء زي كذا. نبي في أحد عشان تنظيم الوقت ومذاكر يحسن ما شبي كذا؟ طبعا في جانب اضيفه يمكن ما جرب طاري احد، انه مثل ما قلت انت انه ممكن فاته محاضره ما اقدر اعوضه بعدين الا خاص بشتر على نفسي مره يلا زين ثقيله بعد سم وقيله وكبيره ثقيله على المحاضره القديم يعني صح؟ اي شوف جيتك هذا الشيء في عندك يعني شيء ممكن يساعدك، راح الواحد لانه اكبر منك زين بسنه زين او شباب معك ما شاء الله اكيد في احد جاي تقولين ما في احد جاي زين، اعطي استفسار زين او اقول له ممكن تساعد المشي له زين، اذا قال لك لا والله اني مشغول روح لفلان زين ما في اي مشكله. هذه انا بدخل نقطه انه الترابط، انتم تراكم يا احسنكم قائد محله الجيل ما حد يعرف الثاني اوكي طيب تعارف يا اخي يعني. شوف بقول انا صراحه اخطيت اني ما نزلتكم مو فيديو، انا نسيت انزله من حدا اللي كنت مصوره بالعطله، انه سالفه انه لازم كلكم تسوون يد واحده، وابراهيم المفروض يعرف الشيء ذا، هو يقول انا احاول اني اجمعكم مره واحده بس يواجه مشاكل، هو لازم تسوون كلكم يد واحده عشان تساعدون بعض، اذا ما ساعدت بعض ما حد منكم راح ينجح اسمح لي يعني، الا اللي جالد النفس ما راح ينجح زين، والله يعين الجميع ان شاء الله وكلكم ناجحين باذن الله، بس تكفون لازم كلكم يعني شلون تتعارف على بعض، حتى لو تقول مشاكل وما ايش ذا طيب يا اخي سولف عليك كلمه كلمتين على الاقل راح يذكر لك انك ابتسمت بوجهه وسلمت عليه، يخالف تعاون اطلعوا مع بعض، احنا على دفعتي انا والله يعني يجي علينا وقت لكن في الكافيتيريا تشوف كم طاولة مستمعين جميع زي كذا، يلا قاعدين مرة واحدة كلنا قاعدين نسولف بالمكتبة، روحوا استخدموا القاعات الدراسية اقعدوا فيها انتوا سبع اشخاص عشر اشخاص اقعدوا ادرسوا ما عندكم اي مشاكل، خذ واحد جيد تعرفونه كذا اجلد امه قلت حالي درست لنا هذا وانت ايش كنا نسوي فيها حتى اذكر انت كنت تعرفون احمد الوابل وسلوا استاذ علي شكلك ما انت بتعطيهم يا اخي الا شيء زين، فحاولوا انكم ايش تطلعون كذا اطلع برا الدوام ما عندكم مشكله. في طول الدوام داري انا انه الدوام عندكم طويل، ابي اقول لكم انه ما هو دائما راح يصير عليكم كذا يعني، مو دائما راح يصير دوام دائم من الساعه 8 الى الساعه 3، يجي عليكم وقت ان شاء الله يعني ابد سريع تطلعون، وعلى برضه على حسب الليدر اذا يقدر يقدم او لا. نقدم شيء قدوم بس تقدون بدري قدم 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 لا، وخاصه لازم اذا قدمت ترى لازم كلن يعرف مو واحد بس وتسحب على الباقيين. طبعا في سنه ثانيه يعني ان شاء الله اذا وصلتوا له وظاهر بالماسك اللي بعد يجي عليكم وقت عادي تطلعون البدرين يعني في امكانيه انك تطلع الى الساعه 12 طالع امس طلعنا 10 اي بس كم مره صارت لكم هذه بعدين انا داري انكم مدلعين في جدولكم انا مو زيي فبرضه يعني احنا عندنا والله الحمد سنه ثانيه اسال واحد يجي علينا وقت ما شاء الله 11 اللي طالعين يعني تتكرر اكثر مره من مره بالاسبوع يعني ايش مو دائما راح تصيرون بالضغط اللي انتم فيه هذا في البدايه مجرد لتصفيه مجرد شوف من اللي ما راح يتحمل يقولوا له مع السلامه يعني عبوه مع نفسكم يعني ما ابتدى بعد بس انتم عندكم يعني هم والزميل مشوا مثلا اربع بلوكات البلوك الاول هذا يضغط ترى ضغط السنه كامله لوكال ميديكال اديوكيشن ثلاث اسابيع هذه تضغط السنه كامله يعني في عنيزه اربع بلوكات بس
فنيزة أربع بلوكات بس، ومرتاحين في توزيع المواد. هنا مشكلتهم ثلاث أسابيع هذه تضغط كل يا عيال، ثلاث أسابيع تضغط في أنا أقول لكم الحين تحسونه بعدين، تضغط في المسكرو أحيانا، المسكرو النهائي ينضغط بسبب هذه. آخر ناس يختبرون بالكلية منهم حنا. ثلاثات تدرون متى يخلصون دراسة اختبارات؟ خصوصا قبلنا بأسبوعين. إحنا تدرون متى نخلص؟ نطلع حنا والثانوي، خلص حنا والثانوي جميع. الثانوي يعني أنتم بالتحضير قضيتوا قبل الثانوي بأسبوع صح؟ إيه. نعم. أسبوعين. هذه تدرون مع سنة أولى تخلص مع الثانوي. سنة ثالث قضوا قبلنا بأسبوعين، وسنة ثانية قبلنا بأسبوع. لانه مشكله الميديكال ادكيشن في البدايه هذا يضغط كل السنه، ولكن مقارنه انتم فين السنه اللي راحت ترى مره مرتاحين. السنه راحت كنا مضغوطين في المان مره ضغط جدول. لا يعني انكم انتم مضغوطين بالنسبه ل هي ناس عدد المحاضرات ترى بس انه توزيع. السنه الاولى عامه او مقارنه بالسنوات الثانيه على مستوى الكليات كلها طالب الطب هذا طقيتي واقول له زي كذا واحييه احلى تحيه زين، لان صراحه ما شاء الله انا داري انكم منضغطين وسبرضو حاولوا انكم تتأقلموا مع الوقت. في عندنا شاي تبدو اكثر من طالب جاء لمي انا شخصيا وقال لي حتى اتصل علي بالجوال يقول لي انا احس اني ما دخلت الطب الحين. احمد ترى انا احمد هو يقول في تعارض لا كان بس كنت هو كان تعارض احمد يقول اني بروح نرجع البيت الساعه 4 وانام اتكلم عن النوم. ايه؟ وتقول انت بعدين سنه ثانيه تبدا ترجع بدري. ايه؟ الساعة 4 زين مو دائما احنا نطلع بدري ترى طب عمر ما صار جدول الطب ثابت الاسبوع هذا طلعت يوم الاثنين يعني مثلا الى يومك خلاص ما كنت طلعت بعد ثنتين ونص ما كنت طلعت بعد ثنتين ونص انا تقريبا طالع امس 5:45 ثلاث شوي ليش؟ لان عندنا كلينك تذكر والدكتور حقنا طول ما في جدول تقدم محاضره الدكتور يلغي محاضره كل شيء يتغير يعني مو بجدولنا مثلا هندسه عندهم الرياضيات يوم الاحد الساعه 9 كل الترم عندهم الرياضيات يوم الاحد الساعه 9 فيختلف الجدول من اسبوع لاسبوع. هذا هي غير ولا في اشياء ثانيه استيفاء يجي علينا اليوم جعتنا هنا الساعه 3 شوي يقول لنا تعلق الاربع لكن برجع لنقطه انه يقول لي انا ما احس اني دخلت الطب الحين زين بقول له والله شوف انت فعليا انت ما بدات تدرس شيء طبي 100% حتى الان كل اللي انتم تاخذونه الان المعنى عند الانفايرمنت انت تدرس علاقه الانسان بالبيئه او بالاشياء اللي حوله هذا كله نظره عامه سواء من تاخذون ما ادري عنكم اذا اخذت شويه اناتومي اشياء بسيطه بايو كيمستري هذه كلها اشياء عامه مجرد بيعطيك انه انت ترى راح تدرس مثلا كذا راح تدرس الطب يجيب لك شيء كبير زين ما راح يتعمق فيك من اول شيء، هذه هو شينته انك بس اخذت شيء فكره عامه والفكره العامه عن الطب اللي توسعه هو كبير مره فممكن تصير ثقيله، ولكن ترى دائما المان ما في اي تعمق، جاء الواحد والله بيدرس مثلا عن اي موضوع ما ادري وش المواضيع صراحه نسيه زين يقول لك كذا لا تدخل تفاصيل تفتح لها كتاب باثولوجي تقرا فيه سطر سطر وش هذا ما ادري وش تكتدى تكتكر تجد لا خذ اشياء بسيطه اصلا المال كله عام بيجيكم ان شاء الله بعد كذا لوك جروث زين نمو مجرد مرحله من المراحل نمو راح تتطور عادي زين بعد كذا يجي قوانين الامراض زين مبادئ الامراض زين هذا كله اشياء بسيطه متى راح تبدا ان شاء الله بالطب الحقيقي اذا بديت تدرس الماسكولو سكيلتال سيستم بس توضيح انت تعرفون نظام معليش ترى كثير اطلع نازل تعرفون نظام عنيز ولا الطب اول سنه اليوم؟ طب وصيدله نفس الدراسه جالسين في القائمه انا طب وجنبي واحد من صيدله ندرس من كل السنه هذه كامله ليش؟ يدرسون نفس المهام بس متغير الاسم يدرسون جروث يدرسون بلس وورث ديزيز ليش؟ كل هذه اساسيات طبيه مطلوب منك كطبيب عام مو كطبيب مجالات الطبيه هي الاسنان ترى بيدرسون نفس اللي درستوه الجروث اللي بيدرسون معكم نفس الجروث بلس وورث ديزيز راح يدرسونه كلها اساسيات طبيه بس مو طب تخصص طب بشري تخصص طب بشري زي ما قال انكم تبدون باخر السنه واخر اللي هو لما تبدا تدخل في السيستمز بس مستحيل تبدا تدخل في اجهزه الجسم بدون ما تاخذ اساسيات انا اقول لكم مستحيل لازم الدك في البدايه لازم الباك جراوند يصير عندي تاثير شوي له فيها
وبعدين اطلب شو اسمه اذا دخلت المسكرو ان شاء الله او على فتره دخولك المسكرو راح تحسن خلاص بديت تحس شيء اللي كان دايره انا خلاص عندي معلومات خاصه بلوك البرنسبلز اوف ديزيزز هذا ترى مره فخم ايش ميزته يعلمك اهم قواعد الامراض اهم الاساسيات اذا عرفته باذن الله اي مرض بعدين كله مبني على هالبلوك هذا وبعدين المعلوميه هو صح البلوك كله باثولوجي بس انا عن نفسي ما راح ماده الباثولوجي مره شاذ يعني كيف تقرا انا افهم الموضوع تقدر تقرا قصه زين اعتبر قصه ابد ماشي الوضع معك اول ما تخلص البرنسبلز وحتى يمكن قبل تدخل في بعض الناس يقول انا ما جاني الشعور اني انا ما دخلت طب يكفي انا لابس سكراب خلاص يعني لكن هو انك تشعر بالطب متى فعليا اذا دخلت ان شاء الله المسكن بعدين ترى قريب يعني عندي ما شاء الله مضغط دراسه ما راح تحسون بالوقت يعني لو قريب يوم القيامة ركز ركز عشان بعيد والله ودي أقول أنا متدري شو ما قلتهم كذا أنا في ببدأ بشيء مفروض إني بديت فيه من زمان اللي هو الجهد الزائد ما أدري عنكم أنا حتى ما قعدت معكم لكن موجودة بالفيميل وداري إن أكيد موجودة عندكم أقل ولا طالب طالبين ما شاء الله يجي عنوان مثلاً ال شو اسمه البارسم بذاتك يفتح كتاب نيورولوجي يقرأ يفتح كم صفحة ويجيب مصطلحات ولا جت المحاضرة ما شاء الله هذا قدام الدكتور دكتور طيب أنا سمعت إنه ما في كذا بس في كذا ليش دكتور مستغرب مرة عارف يقطع عليك المحاضرة هم يجي يش يعني يقول أنا داري بس ترى الدكتور ما هو بس كذا الاثنين مع بعض ما هو بس واحد يعني في الكمبيوتر عليه السلام الله في كومباوند كذا وكذا مع بعض وجداد يجيب معلومات زيادة حبيبي هو طيب ليش المعلومات الزيادة من الحين تراك جايك حبيبي العمر قدامك راح تشد وتجد بس تقول أبي تنفس راح يجيك أهم شيء إنه لا تشد على نفسك زيادة عن اللازم ما منه فائدة أصلاً إنك تشد على نفسك يعني من الآن والله العظيم معنا واحد من الشباب زين دون أجيب اسمه ما شاء الله عليه كان يجلس معنا يناقش الدكتور بالموضوع بالصميم كذا ويزود على معلومات الدكتور شوفوا الان جالس زي معنا كانه ذا ولا يعني حس انه كان يشد على نفسه بزياده عن اللازم لا بالعكس الحين يجي متاخر عاد ما ادري ظروفه وكذا ولا لا بس انه مره راح كذا الان يعني مجرد حماس زياده هذا حاول انك تتحكم بنفسك هذا اذا عندك حماس زياده يعني انا اشوفكم نايمين شوي فودي يعني نفسكم اقرا شويه زياده عن اللازم يخالف معلومه معلومتين بس ما لا تدخل تتعمق بالكتاب زياده عن اللازم بعدين تيجي تقعد قدام مشاركات 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 دكتور على طول كذا طيب دكتور كذا وكذا ليش تقطع على نفسك على زملائك يعني الحين في بعض الناس يجي مركز يحترم الدكتور يشرح متعمق مع طالب كذا فاهم يعني انا الدكتور يقول كذا بعدين ترى الخطوه اللي بعدها كذا وكذا وكذا طيب دكتور انا هذه انا سمعت انها لا اثنين مو بواحده نطيت انت انزيم وش ذا في خطوه بعد كذا سلامات دخلت تعارض مع الناس على هونك خفف شوي اسلم اخر المحاضره لا تقطع على زملائك ومثل ما قلنا الجهد الزايد ترى غير محبوب زين حتى ولو كان حبه الدكتور زين مو محبوب من غالبيه الزملاء عندي وانا داري الشعور ذا هذا بشأن الواحد يشد نفسه في واحد برضه عندكم بالفيسبوك وانزل خير انا كنت زين يقول يعني شيء زايد عن اللازم اسال واحد بالبانل ديسكشن انا بيرد عليكم واقول لكم شيء بسيط جدا بانل ديسكشن ان انت ناقش شيء اخذته زين شيء اشرحه لك الدكتور شيء عليك من الاوبجكتيف اسمع مو عليك لا تسمع دائما رجع نفسك للأوبجكتيفز زين وحاولوا يعني كيف البانل ديسكشن هذه راح تفيدكم انتم صح مثل ما لا سلبية مثل ما قال هذا الشباب منكم انه اسمع اشياء اول مره اسمع فيها لكن لها ايجابيه انت ممكن تكون فائدتك شيء مهم جدا راح تسمع بالبانل ديسكشن البانل ديسكشن اعتبره شيء غني بالمعلومات احيانا احد الشباب يفكر في سؤال انت ما عمرك فكرت فيه ولا حد من الشباب الثاني فكر فيه وسؤال مهم جدا يعتبر ويقول ويجاوب عليه وحين يجي والله اعلم لكن البانل ديسكشن تعتبر كنز او محطه معلومات مفتوحه للجميع حاول تستفيد منه
استغلوها يا ترى ما انتم شايفينها بعدين والله الحين الدوري خلنا نسكت انا ما فاستغلوها تبي تتكلم عن الفارما؟ قبل تتكلم عن الفارما؟ في سؤال سم والله الحين بالمحاضرة تمر نقطة ودي اسأل الدكتور بس احس اني احس انه سؤال ما له داعي الشات راح قوة انتظر اخر شيء اخر شيء او بينك وبينك بس تضيع المعلومة وراح ينسى المعلومات هذه انا معي لا دفنة بالشنطة لو اوريك زين اكتب ولا اللي يجي اصفر منها يلصق ولا اكتبه برصاص بالطرف بعدين امسح باي دفتر اي شيء احصل لك تكتب بيدي بعض الشباب يجي يكتب هنا بيدي وبعدين والله وش الالات دكتور خالد؟ يعني كلها بداية نفسها. ايه والله يجيكم بالمسكل سكليتال. اروح اشوف ايده هناك ذا كله خريطة. النيرفز، المدري ايش، بلود سبلاي، خرابيط. اكتب باي مكان بس اهم شيء احفظ لا تروح عليك المعلومة. طبعا هذه نقطة يا عيال وحاليا احنا نواجهها. بينكم لا تحرصون على المداخلة كثير من الدكتور يا عيال. يعني كثير من الطلاب وانا واحد فيهم اتضايق اصير جالس في القاعة وحده جنبي يشارك مع الدكتور ويصحح معلومته. اها اه اه ضاع ضاع بالتركيز. يعني والله اذكر كنا واخذين محاضره مع الدكتور احمد مباشر تذكرونا جاكم كنا بعد جالسين بمكانكم كان كله قاعتين يا عيال كنا 110 طلاب جالسين كنا بالقاعه هنا والله العظيم يا عيال كانت محاضره عن ما ادري اخذتوه شو اسمها الريسبتورز ديناميكس اي عارف فارماك ديناميكس اهم شيء انه اعطانا اياه كانت صراحه يعني المعلومات كانت فيها مره صعبه يعني كانت اول مره كنا جالسين طلعنا والله سالت مشيت كذا بديت ادور الطلاب اسالهم ما حد فاهم ولا لا لا انا اللي كان ضايقني هذا كله كوم وكان جالس من وراي واحد يا عيال اها طلعت عقب كنت فاهم تقول والله ما ادري ايش استعبط قلت ليش استعبط طيب ما حد ركز كل بالي وانا معدي وراي ذا كيف هو فاهم انا ما فهمت يعني هو لا كان حتى كان متقدم عن هو كان متقدم عن السنه وعايد جاي من كليه ثانيه شو اعرف المعلومة انا يا اني ما ركزت يا مني فيني نوم تاكد شيء يمين يسار لا ما استعبط قلت ما ادري ايش استعبط قلت طب ليش قلت ما ادري متعود لا يا عيال ترى والله يعني تشتت الباقيين زي ما قلت الاسئله اللي كذا اللي تحس معليش حتى احيانا الاسئله في الموضوع حاول تاجله لا دخل في الموضوع مره ارفع يدك الدكتور رفع لك ما يخالف في دكاتره اصلا ياجل اما تحس اسئله بعيده عن الموضوع لا تحاول تدخل فيها لانه راح تحصل مشاكل في كثير من الناس ما يبي يجلس اكثر من الساعه او الساعتين اللي معطاه الدكتور ما يصدق ودي يطلع وفي دكاتره مشكله والله ما يقدر يمسك نفسه الدكتور تساله سؤال زي كذا يمسك معك جد ويشطح ويسمع الموضوع تعرفون دكتور طارق سالم جيتكم انا مره اشرح لكم الكيمستري ترى اديني فرصه بس ما شاء الله يا بترعت عليك المحاضره الا اذا فطن انه اصلا يبي له عنده محاضره ولا شيء وبرضه من الملهيات بالمحاضره سالفه انك تجيب شاهي تشربه باذن خويك انا مع نفسي واكره العلك جدا العلك تخالصه فيه بعض الناس ما شاء الله يصير واحد مو العلك ومن الثاني يقول له تكفى معك العلك ومن ذا 3D علك بجنبك ليش كذا؟ فالاكل والشرب خلوه وانا خارج المحاضره اي شيء يعطل المحاضره زملائك بشكل عام خريب الخارج زين عشان ما اذا بعدين انتم الان شككم مو كثيرين بالقاعه لو انضغطتوا بالقاعه كلكم راكم خلاص يعني يحترون واحد بس يخطي ما لكم انتم محاضراتنا بعض صح؟ جت شفت بس كنت اسكل تخيل نفسي يا عيال محاضر فارما لا يوميه مو يا عيال قسم بالله الطلاب واقفين برا والله العظيم الطلاب واقفين لا احنا واقفين كذا طبعا نفس القاعدين مع بعض ومن معنا في ميل سايد يا عيال تعرف لي انواع مشكله الزحمه بس واحد يشطح بمعلومه كل شيء يضيع الظاهر 27 طالبه وحنا 100 وشوي ما شاء الله كلنا واللي بيسال بعد يعني تعرف شلون مذبوحين والباب مفتوح والشباب قاعدين ورا فعشان سريع طولت مره عليكم داري اعتذر لكم الصراحه اسف الشرح بالعربي واحد من الشباب يقول كيف يشرح لنا بالعربي ومطلوب مني اني اجاوب بالانجليزي اذا تعرف لا شيء مفيد فاطلق عليهم سريع الشرح بالعربي هذه الى حد ما تعتبر ميزه لنا سلبيه من ناحيه اني انا طيب كثقافتي كانجليزي كذا تقدر واحد يعني ثقافي زينا انه في دكاتره عندنا مثلا كنت شفتوه ما يعرف يتكلم عربي غصبا عنك لازم تتكلم انجليزي هذه اللي تواجهونها في البي في ال انه يجون كثير اصلا هم اغلبهم لازم يجون في بالعكس الدكاتره القويين اللي هنا العرب ما يجون في البي في ال بس هم ذولا تلقاهم جايين فتنحشر بس اعتبروا يعني ترى الشرح بالعربي ناس مشتكين انها ما هي بزينه لا يا عيال ترى الى حد ما
تعتبر زينه شبه العربي. هو المصطلحات ما قال لك يا بالعربي، المصطلحات المطلوبه من قالها لك يا بالانجليزي. بس في النهايه المساله في المحاضره انك تفهم، فهمت بالعربي، فهمت بالاردو، فهمت بالانجليزي، ما تفرق، اهم شيء تفهمه. الدكتوره الوحيده اللي عارفه انه كان يذكر بالعربي شو اسمه خالد. خالد يجيب، يعني خالد يجيب احيانا مصطلحات كذا بالعربي، بس في النهايه الشرح بالعربي من مصلحه الطالب. اما غير كذا يعني ما راح تفرق سمعته بالعربي سمعته بالانجليزي. بالعكس احيانا اذا جاء دكتور، يعني في دكاتره عندنا ما شاء الله معروفين دارسين بامريكا، ما شاء الله يعني دارسين فتره بامريكا، ماخذ ماستر من امريكا، تندمج معه لغه وحركات وذا، بس لا من ركز تطلع كلمات. لو المشكله لو بدا يشرح الانجليزي خاصه حقين العربي، لو بدا يشرح الانجليزي تبدا انت بتلاحظ وش الكلمه ذي، هذه وش معناها، وش يقصد بكذا. فما يعني العربي بالعكس يعتبرونه فائده خاصه في الدكاتره العربي. عارف كنا احنا نفس الطين انه كيف دكتور يجي يشرح بالعربي، عرفنا هي مساله فهم، المصطلحات لازم تحفظ. ويسهل لك المحاضره، يعني خاصه في الفيزيو، في الفيزيو في البدايه لو الدكتور جاء شرح لك، انتم اعطاكم شو اسمه الممبرين، من اللي اعطاكم اياه؟ معتز ولا محاضره زرقاء؟ اي معتز. هذه يا عيال انا اسالكم لو هو جاي وشرح بالانجليزي كيف يعني؟ المحاضره هذه تعتبر من اكبر اساسيات في الطب، خلاص في المجالات الطبيه. زي كذا لو كانت مشروع الانجليزي كان الى حد ما كونه اول محاضره ممكن اخذها في الفيزيو، كان ممكن تصادف. تجيكم محاضره الاكشن بوتنشل يا عيال اللي اعطاني اياها دكتور مصري، لو تاخذونها بالانجليزي هذه قسما بالله يا تضييع. يعني كذا ربنا يعني. فثلاث اشياء زين، او ثلاث مواد زين، او ثلاث اقسام تصلح لكم انكم مثلا اذا انشرح لكم بالعربي ما فهمت المحاضره ودك تسحب عاد ما ادري عنكم اذا تفيدك ولا تضرك، مع اني داري راح تضرك خير الغياب. في عندكم ماده الباثولوجي والاناتومي والفسيولوجي، الثلاثه هذول تقدرون ترجعون للكتب غنيه اكثر بالمعلومات وتفيدك وبالزبده، من غير ما يجي يقول لك سالفه وصار لي معي كذا وصار لي معي كذا. هذا على السريع او بالمام بشان الشرح العربي، اي احد عنده استفسار او ما فهم كيف انه يتعامل مع اللغه العربيه في المحاضره، احد يحس انه اذا انشرح له بالعربي برضه ما راح يفهم. انا داري انه هل في احد هنا احد مضايق بالعربي؟ احد مضايق من الشرح بالعربي؟ صراحه تختبر يجيكم دكتور نادر النمر، واتمنى انه ما يجي لكم، يجي لكم احسن منه ان شاء الله. فعلا يجي يشرح لك بالعربي زين، يشرح عربي كلام محاضرة عربي بس المصطلحات الانجليزي طبعا. يجي يقول لك ترى هذه موجوده كذا والنيرف كذا يدخل فيها والمدري ايش، ويطول بالسالفه. بعدين يجي يشوف اسهى طالب، او احيانا مو سهل، لا جاوب لي عد اللي انا قلته زين، ولا يقول لك يسالك سؤال يعني تشرحه ويقول. بعدين انت تبدا تترجم خلاص، عاد شارح لك بالعربي زين، يبيك تجاوب بالانجليزي هو طبعا زين. لو تقوله بالعربي يقول لك ليش تقول بالعربي، انا اقول بالانجليزي. ولا انه بيسالك ابد، انت بتفكر خلاص شبكت الجير تمترج، هي بسيطه هي كذا وكذا ولا يا شباب قفت العام. ايوه هو انا قلت حاجه انت اللي قلتها اكيد، ما حد شافك في بيبي يا عيال. يقول يسال كذا يقول انا قلت حاجه وقال لك كذا، ما بقى شيء. طبعا هذا نقطه ثانيه في بيبي يا عيال، حاولوا صح انه ممكن التيوتر يجيك تحرج بالعربي، يجيك الدكتور يفلك اهلك بالعربي، بس في النهايه يا عيال حاول انت كشخص في البيبي يا عيال تحرج انجليزي، حتى لو انت فيها شويه داتا. يعني الدكتور اللي في هذا ما راح يقول تتكلم بالعربي، مستحيل صحيح الدكتور يقول تتكلم بالعربي، بس من صالحك انت عشان تطور نفسك انت كشخص وكفائده وكمعلومه وكمهاره تتكلم بالانجليزي. يعني مع الوقت تسترسل. انا كنت من الناس كنت داخل الطب قبل ادخل الطب كانت انجليزيتي زينه از جرامر از يعني في الغير سبيكينج، دخلت هنا مره جرات. ليش؟ انا بدأ لانه كثير شفتهم دكاتره وحصل علاقات كلهم اجانب ما يعرفون يتكلمون عربي، فاضطر لازم ادخل اللغه معهم. البي بي ال يمكن تشوفوا لي تدخلوا معي بي بي ال، ما بحاول اتكلم عربي. احيانا لما قلت معلومه وما ضحكت لهم، عدت مره ثانيه ما ضحك اقولها بالعربي، بس استاذن من الدكتور حتى لو هو عربي استاذن منه، هل ممكن اقولها بالعربي؟ ف زي ما قلت لكم هذا كله في المحاضرات الدكاتره وشرح العربي هذا من صالحكم، ولكن انت كطالب يحب الصراحه تتكلم بالانجليزي وخاصه في البي بي ال يعني. طيب فري تو جو، شعور عدم اللامبالاه زين، يقول انا خلاص راح علي، انا ما استفدت شيء الحين، خلاص انا ما نجحت في الدور الاول، انا خلاص
يعني مستقبل يتذبذب ذا ما راح اكلمه خلاص، ولا يجي حاضر متاخر، ولا ما همه الغياب، ولا ما همه اي شيء الحين خلاص كذا بارد. ابغى اقول له شيء بسيط، اذا فاتك لا قدر الله بلوكين ترك موجود مع دفعتك وتكمل ان شاء الله حتى النهايه، عندك فرصه اعاده الاختبار زين، فرصه نجاح الاختبار عفوا مو اعاده، يعني شلون شيء اسمه ريسيت في النهايه ان شاء الله، هذا تختبر عليه زين، يعني مثلا لا قدر الله راح منك بلوك المان، سجل في الريسيت تختبر النجاح من درجه دي زين اللي هي مقبول عشان يمشون، يعني لو اخذت درجه كامله 100% ما اخذت ولا بسؤال تحسب لك دي. طبعا اعاده الاختبار اللي هو الريسيت اختيارات 200 سؤال الظاهر او 100 والله اني ناسي زين، كل اختيارات بعدين ما يعلمونك كم درجه، يقول لك انت ناجح ولا لا، معناته ناجح انك اخذت دي وانت راح تكمل مع الشباب. في حاله لا قدر الله اخذت بلوك ثاني زين، تاخذ ريسيت والثاني ايش تسوي فيه؟ تاخذه مع الشباب ان شاء الله السنه الجايه، تختبر فيه اوسبي وتختبر فيه اند. راح تلقوني معكم. ومن اي بلس، ومن اي بلس، ولكن في النقطه هذه سجل لك انك شلت بلوك، يعني تحسب لك عدد ساعاته مدبله. شفتوها في التحضيريه، تحسب لك عدد ساعاته مدبله. يعني انت مطلوب منك 8 ساعات، 8 ساعات المفروض انك تجيب مثلا فيها كانوا عدد نقاط ونقول 30، بس لانك عدت بلوك مرتين يحسب لك كم 8 ساعات، يحسب لك 16 ساعة من 60 نقطة، بس أنت اللي تقدر تجيب عليه أكثر شيء كم؟ 30، لأنك تختبر. هي ما مسألة معقدة، بس إنه راح يحسب لك، يعني البلوك اللي شلته راح يحسب عليك، بس إنه مو يعني أنا بقول اللي مثلا اللي توه هذا يبدأ يشد حيله، اللي ما بدأ يشد حيله قبل يمديك تشد حيلك من الحين، ويمديك لو تجاوز ألماني إن شاء الله يمديك تتجاوز بسهولة إن شاء الله، مو بصعب. حتى ما شاء الله يعني ترى كلياتنا مرة يرحمهم الطلاب بعنيزة يا عيال، والله العظيم انك فدين ام. اختبارها متير، طبعا هم قسمين الدرجات بطريقة المتير عليه 30 درجة، الفاينل هو الفاينل عليه 25 درجة، اقل من المتير. الفاينل المتير يا عيال ولا واحد اخذ درجة كاملة. التيبيلز تحسب، انتم اخذتوا تيبيلز صح؟ صح. احنا عندنا بيبيل وعليه درجات صح؟ البيبيل نفسه. هم ما عندهم بيبيل، عندهم شيء اسمه تيبيل، لهم طريقة نفس طريقتنا بس يختم شيء بسيط عليه درجات. التيبيلز يا عيال اوت اوف 10 ما ياخذ ماكسيموم العدد اللي جابه من تقريبا 60 طالب او 80 طالب يجي واحد ماخذ 7 ماكسيموم يا عيال. احنا عندنا هنا ترى الكليه مره متسهلين في الفاينلز، يسمعون اراء طلاب، يعني خاصه في الاوست احيانا تجي شرايح من مطلوبات معنا، احيانا شرايح اغلب الطلاب كلهم وافقوا انه ما يبونه، نقدم خطاب نوقع عليه كل الطلاب وقعوا عليه ونقدم يلغون الشرايح ويعطون درجات، وغير كذا اصلا احنا عندنا شرايح يرفعون الدرجات. فتوقعوا على الله، واللي ما اللي بيبدا الحين يشد حيله يشد، لا ياجل، لا يقول خلاص فات علي المان بسحب على المان، لا يا عيال شد، بس حاول اذا لا قدر الله شلت المان لا تشيل غيره، لانه هي فرصتك بلوكين، شلت غير البلوكين ذولي تتعيد السنه كامله فيها. وحاول يا عيال انك اذا زي ما قلت لك فاتك المان لا يفوتك الباقيات، فاتك المان شد بالباقيات علشان تقدر تعوض المان الخساره اللي خسرت فيه بالمان يعني. ان شاء الله انه كل شيء ان شاء الله راح يصير سهل عليك تماما. اذا رسمت في البلوك الدور الثاني مثلا بلوك المان. ايه الدور الثاني رسمت فيه. شلون الدور الثاني؟ لو رسمت. الريسيت رسمت فيه؟ ايه. اذا ما عندك بلوك ثاني وحاب تاخذه يعني تختبر فيه ثاني عشان تمشيه، تاخذه السنه الجايه تختبر فيه اوسبي تختبر فيه اند بلوك. اختبار بس ولا اختبار؟ اختبار بس بدون حضور. ما يسجل. اي ما بحضر. اذا صرت حاضر ترى ما يطلب مو ملزومك الحضور، اذا صرت الحين انت المان حاضر. ما حد يعني ما شلت البلوك حرماني، شلت البلوك درجتك ما جت زينه خلاص؟ السنه الجايه يطلب منك الاختبار بس. ولكن سقطت بالمال علشان حرمان انك ما تحضر مثلا لازم تحضر كل البلوك مع الطلاب. طبعا اختبارك يصير بالسنه الجايه مو في العطله. زين؟ ما عندك تحضر السنه الثانيه. ما تحضر لا حرمت ولا راسب؟ لا راسب. راسب ما تحضر بس تيجي اختبار. والسنه الجايه مقررات ماشي. اي ماشي ماشي مع الشباب. واذا حرمان؟ واذا حرمان لا تحضر شو اسمه تحضر ومن هناك مثل ما سمعت راح ينشال عليك بلوك. زين واذا رسبت ليش توقع انت في البدايه؟ توقع على الله انسى الامور ذي توقع على الله وشوف حيلك انت بلشت فيه. زين داري طولت عليكم لكن في حالة ثلاثة دقيقة بس زين في حالة ثلاثة لا قدر الله زين تعيد السنة كاملة ما تروح ثاني تسحب على دفعتك ذيك تلاقي مع الشباب الجايين ان شاء الله. بسم الله عليك سمع.
كيف اجيب يعني درجه حلوه في الطلاب مثلا يعني وش الطريقه اللي مثلا اعيد المنهج تبي تاخذ انت بتاخذه يعني اذا في حاله رشاد لا قدر الله لا تبي تجيب اي بلس يعني لا طيب طب بعددني ايش رايك نقول اشياء اولى للشباب عشان اللي بيروح واستفسارك فيها خلاص ارد عليك انا وياه ايش رايك؟ في عندنا نقطة أهم من الثانية اللي هي الفارما وقبل الفارما نعتبره أهم إن كلكم تصيرون يجن واحدة أنا قلتها للشباب اللي قبل هنا بس أبعيد عليها وأكررها لازم تصيرون في ترابط أكثر ترابطوا أكثر يا شباب لا تصيرون مفككين ترابطوا حتى مع الباتش الثاني أنا الباتش الثاني ما أدري إذا في أحد منه حاضر الآن ولا لا بس تكفون ترابطوا والله العظيم واحد لحاله ما راح يمشي داري أنا بالشعور هذا بعدين يجيكم إن شاء الله في الكتة الجاية لازم ملخصات لازم تعاونون مع الفيميل بدون مشاكل العام صارت مشاكل وبهذلونا زين سالفة إنه اختبار شو اسمه الله في اختبار من العام ولا أوراق ولا شيء ولا ملخصات ومن شو اسمه ذا يروح يراجع عند الدكاترة الدكتور هذا زين يكفي ولا تجيب أكثر كذي يقول تجيب أكثر زين باستثناء في بعض الدكاترة ما شاء الله راح ينزلك يعني هذا إذا صار ملخص عام جاب ملخص من حد الطلاب قبل أو أشياء ما أدري شلون جاية سؤال من الاختبار سمعت إنه جاي راح كذا ولا مصور سؤال ولا شيء جاي راح يدمرك ويدمر الشباب اللي معك هذه صارت لنا بس صارت من جهة الفيميل وعلى طاري الفيميل بعيدا عن الكاميرا استغلوا الفيميل يا عيال ترى ما شاء الله شغي يلا بس سعود المهم سالفة الشغل وتسحبون اي احنا كنا نسويها السنة اللي راحت ما تطبقونها انتم ولا هي موجودة جاهزة حقتنا كنا الاوسبي خاصة الاوسبي نقسم المواد على مجموعات طلاب يعني مثلا انا نقسم الاهداف حقت الاوسبي على مجموعة طلاب اللي بتبرعون طبعا وننزلها الجميع في اخر قبل الاختبار باسبوع فترة كذا فما شاء الله كان شغال ما شاء الله من عندنا ومن عنده في ميل من الجهتين كلنا فما شاء الله يعني هذا على مستوى ما شاء الله على مستوى صراحة المملكة بشكل عام دائما معليش الفيميل كاتوم اكثر من الميل صراحة فيميل كاتوم وهذه يعني انتم تلاحظون النقاط اللي مكتوبات واحدة من النقاط حقت الفيميل الجهد الزايد ترى من النوع ما شاء الله يعني اللي يخافون فاتت المعلومة ما ركزت على المعلومة هذه لا اروح ادورك كذا هذا الى حد ما زين بس ينكبهم يعني اذكر في البرنس اوف ديزيز ركزوا كانت مواد المايكرو ماده المايكرو مر محاضرات كثيره فالاوسبي كان طويل حقه اذكر جلست اذاكر حقه يوم ونص بس الاوسبي حق المايكرو طبعا ما شاء الله المايكرو احنا معروف ان ما عارفين التخصصات اللي عندنا انه ما يطلعون على المحاضرات اللي يعطونك اياها المايكرو ما يطلعون على المحاضرات الفيزيو يعني اصلا ما يجي فيزيو كثير اوسبي الهستو ركزوا عليه شوي ارجعوا الويترز طبعا كل شهر ويترينا ويترز يا عيال هذا يعني اللي يعني بيجيكم جاكم هنداوي هنداوي معلومات واحيانا جهه ويتر بجهه امسك ويتر وامسك واذا قال لك شاي ما حد يقدر يقول لك شاي وانت معك ويتر الهستو طبعا اضبط الهستو يا عيال تضبط كاله الهستو تضمن مخباتك هنا ترى تشتغل ان شاء الله طبعا داري نقطع عليك كثير تقصد تطولين عليهم مثل ما قلنا الفيميل يعني شلون تتواصل معهم بدون مشاكل ان شاء الله وخليكم ترابطوا مع بعض جميع زين وبعدين ترى الفيميل ما شاء الله عندهم اذا اجتهدوا يعني دليل انهم كلهم مجتهدين فالطالب او كم طالب تبي تجتهد ما شاء الله زياده عن اللازم زين هذا لانه اصلا هم مجتهدين زياده عن اللازم بالمناسبه بذكر ترى في طالبات فيها خمس طالبات تقريبا قرر حلو كل الاوبجكتيف حقات المال النظريه وقالوا راح نعطيه للي بيدخل معنا يحل الاوبجكتيف كله شفت بدينا لانه هذه النقطه اتذكر ظهريا فاللي بيدخل معنا يعلمنا عشان اقول ليدرهم تدخلوا معه زين في شيء ثاني برضه بالنسبه للفيميل ايش عندهم ذا خلينا نرجع للفيميل باخر شيء عليه في الفارما زين طبعا انا ابو واحد هو تقلم تفشي الجاي خلاص عزيزي حاتم هو ما شاء الله عليه علاقته زينه مع اغلبيه الدكاتره خاصه مع حقين الفارما طبعا انا كان ودي اخذ منه نصائح بس ما ادري اذا راح اسحب منه مشان الفارما ولا لا فاسهل شيء للفارما اللي اقدر اقول لكم دائما ذكروا الدكتور بالوقت انا اذكر اني حاطين البطاريه بس ما ادري تغير ولا لا زين زين
دائما نظر الساعة وذكر الدكتور انه ترى عندك ساعة خلصت الدكتور تعال لنا بعدين. بس خليك صريح زين، بس لا تجي يد وبطريقة غير ملائمة. لا قل دكتور ترى معلش وقتك خلص، ممكن تجي لنا وقت ثاني يعني اذا تسمح لنا. ترى بحد المحاضرات جاء لنا دكتور الظاهر انه احمد الظاهر ما ناسي منه انا، جاء قاعد يشرح اخذ الساعة حقته وده يكمل، قال الدكتور معلش علينا بعدين. زين نسق مع الليدر، نسقنا بعد اسبوع او اسبوعين اخذنا تكملة المحاضرة. ما هي مشكلة بس تقعد جلسنا على الكرسي وحنا ما لنا ذنب تاخذ وقت طويل عشانك تدخل سواليف بس السالفة. دكتور لطيف يعني صدق ترى سواليف تركز له زين، يسولف ما يشرح زين، قليل جدا اللي جاء يربط شيء. وسوسو وعبد السميع وخبيط من مدري معين جايبه ذي، وتبي تشوفون اليود تجوز مدري مين وعيالهم وتيتا وستة ومدري وشو جايين لكم زين. فحاولوا انكم ايش دائما رجعوا له السالفه، واذا حاول يشطح بعيد برضه ذكروه، اهم شيء ذكروه. في النهايه نجلسك داري انا وحنا شلناه برضه على ركبه بالنهايه. فشكوى دائما نتحمل خاصه الفارما الوحيده، بعدين ترى مو بس انتم اللي تكرهونه ولا دفعتنا ولا الطلاب بشكل عام. الدكاتره نفسهم يكرهون الدكتور عطيه، الدكاتره نفسه مو في مشاكل معهم الدكتور عطيه، خاصه مع الاثورتي اللي فوق مشاحات برضه ما له خلق الدكتور عطيه. كان شكوى الله هو اللي يحط الاسئله اكبر مننا لازم نتحمله. فجاء لما قالت لازم تحترمه خصم. فدائما اطبع المحاضر حقته حتى ولو من العام اللي قبل، يعني ما عندك مشكله. احيانا هو يحط له يزود له معلومه ومعلومتين على كلام انه الفارما تتغير في فتره. فاطبعه حط عليه خط على السريع وفك الرموز حقته اللي يزود كذا دي ام وش دي ام دايابيتس ميليتس. طيب متى احنا ندري ان دايابيتس ميليتس واحنا ما اخذناه في سنه اول ما كنا ندري وش؟ فحاول تفهم شفرات وبعض سريع سريع اولا باول. حسيت انك تبي تلهيك ممكن ترجع على التسجيل، بس اني ما احب انك تسمع التسجيل عشان نأذن اذا عندك شيء تقوله. هذول الشباب لا هو الفارما الحين ما قصر ابو عبد الله الحين بقول شيء انا طبعا ما له دخل مو باكاديمي اللي بقوله، بس لازم تعرفون انه في شيء اسمه عامل نفسي. اي واحد يدخل الطب يقول لك دكتور عطيه او محاضر تزوج الكليه، يعني انت لازم تعتبر الكليه هي زوجتك، لان خلاص انت يعني راح تعيش معاه وكل شيء وكذا. طيب الحاله الطبيعيه اسئله عشان باخذ الان اسئله اي اكتب اي شيء. اللي ودي اقول نصيحه، العامل النفسي يعني اللي بيقول مثلا اني انا والله ماشي مضبوط، انا نفسيتي تمام، انا بطب، انا نفسيتي كل شيء زين، هذا الكلام غير صحيح. الطبيعي انه نفسيتك تصير زفت، هذا الطبيعي، يعني يتخربط نومك. يعني ما صدقنا معدلينه قبل شوي. لا 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 شوفوا لا يا جماعه صحيح والله انا كذا واحد يعني يسال انا اقول له ترى هذا طبيعي، يعني لا تحس انه مثلا تخربط نومك، مثلا بديت ما تقعد مع اهلك، بديت تصير نفسيتك تعبانه، بديت تقعد، ترى هذا شيء طبيعي جدا، مع الوقت يتعدل، هذا شيء طبيعي جدا. لازم تتأقلم، لازم تدري انه اي طالب كلية الطب، يعني ما ودي اقول هذه مسلمة، لا في حالات اكسبشن ما اقول مسلمة ها، لكن هذه لازم انتم تمرون عليها. انا مريت عليها، احمد، ريان، ابراهيم، عبد الاله، كل الشباب مروا على الستريس هذا، الحالة النفسية انه يتخربط نوم، انه نفسيتي تصير زفت، هذا شيء طبيعي جدا، لازم تكيف معه، طبيعي جدا. لا حد يقول لا خلاص انا لازم اطلع من كلية الطب لان نفسيتي صارت زفت. انتبهوا من ذي، ترى كثيرين السنة الأولى تشغل. يعني كم دفعتنا؟ احنا انا اتكلم عن دفعتنا كانت 100 القاعات. انا كنت هنا دائما اجلس مكان الشيخ، كنت هنا انا دفعتنا كانت تبيع حاتم كنت تبيع حاتم خالد مضيع كنت 75 كنا 75 هذه لا هناك تبيع كنا 75 طالب حنا قاعتنا فيه، وش خلونا ما ادري كم وصلنا 40 نفس الكلام ايه ما ادري كم عاد كانوا ايه ابراهيم ايه ما ادري كم كانوا. المهم يعني تقلصنا كله بسبب واحد بس بسيط، السبب هذا يعني اذا مثلا لا سمح الله واحد منكم ان شاء الله ما راح يصير، لكن لا سمح الله
طاح للبلوك الماء. دائما يقولون المان ما يمشي بالمان الا المان، وهذا الكلام غير صحيح. لكن لنفترض انه واحد طاح في بلوك المان ما مشى، لا يعني لا قدر الله، هذا لا يعني انه يصير عندك ردة فعل نفسية تقول لا اني ما امشي. والله العظيم كثيرين طاحوا. اعرف واحد الان سنة خامسة، ما ودي اقول اسمه، سنة خامسة الان معروف معروف دفعته سقط بالمان وبالبرنسبل اوف ديليت. انت واحد تنسوا المان بعدين جروث بعدين برنسبل اوف ديليت، وسقط بالاثنين سقط بالاثنين، لكن مشى بالريست والان هو من الاوائل. انا عارف شخصيا، انا عارف شخصيا عبد الدكتور، عبد الدكتور الان هو سبيشالست درس يدرس الان ار 4 بيصير سبيشال اخصائي، سقط بالماسكل سكريتال اخر بلوك، كل هذول مش الا بالماسكل سكريتال. اللي ودي اصله شوفوا على الحين ما شاء الله الان في بيدي كم دراسه بيصير كونسلتنت استشاري. اللي ودي اصله هنا لحد يتوتر الموضوع مره سمبل. بس هذا اللي ودي اقوله يعني هذه